روح عبر سكايب لكلاديس ابو سمره، مدير جمعيه مي بيروت او بيروت لي، هالجمعيه اللي هدفها جمع الاموال حتى تقدر تدفع لكل الطلاب بالمدارس يلي مش قادرين ابدا يدفعوا. اول شيء صباح الخير مدام جلاديس، بونجور 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 استاذ عبدو، بونجور مدام كتاب، يعطيك اهلا فيك العافيه. مدام. مدام خبرينا شوي عن الجمعيه، امتى انطلقت، شو اهدافها؟ الجمعية ماي بيروت هي اسم جمعية بتحكي عن حالها. ليه ماي بيروت؟ لأنه من بعد انفجار 4 آب يلي دمر حياة كتير من شعب بكامله على جميع النواحي، نزلنا كلنا على الطريق على بيروت من جديد لحتى نرجع نساعد بيروت تطلع من الدمار يلي هي فيه. اشتغلنا كلنا سوا مع بعض ايد بايد لحتى نرجع نطلع بيروت من اول وجديد. ومن هون هالفكره، كنا مجموعه اصحاب صبايا وشباب، من هون الفكره طلعت انه نعمل جمعيه ماي بيروت ونكفي هذا المشروع. نعم. ماي بيروت هي جمعيه منا كثير، ما صار لها زمان مبلشه، صار لها تقريبا يمكن شي 4 5 ايام او جمعه ماكسيموم. وقررنا نحط ايدنا بايدين بعض من مجهودنا الشخصي، نشتغل عليها ان كان بيئيه، صحيه، اجتماعيه، تربويه، تنساعد كل هالعالم اللي هلا بهالوضع الاقتصادي يلي كلنا عايشينه نقدر نساعدهم من مجهودنا الشخصي. وطبعا لحالنا ما فينا نكفي، بدنا كمان من مجهود العالم يلي بتقدر تساعدنا ان كان من هون ان كان من برا لحتى نقدر نكفي. نعم. شو أول نشاط رح تعملوه؟ هلا نحن ديجا عملنا اول نشاط كان بيئي، نزلنا بمبادره من محافظ بيروت، نزلنا على الشوارع نظفنا شوارع بيروت. هلا تاني ستيب عندنا معرض بسانتيلي انتلييس ب 10 11 12، نعم عم نبيع قنين بيض، وهيدا الراعي البيع القنين البيض بيروح لدفع اسقاطات المدرسه لاطفال يلي اهالي ما فيهم قادرين يدفعوا، بما انه العلم كثير مهم. يعني بدنا نساعد قد ما فينا، ونطلب من كل العالم اذا بتحب تيجي تشرفنا على المعرض تساهم وتساعدنا. هلا اول ستيب، يعني ثاني ستيب يلي عم نعملها، أكيد في مشاريع تانية جاية بعدين، عم نفكر بمشاريع كتير، وإن شاء الله هيك الله يقدر نقدر نساعد الكل ويطلع بإيدنا بمساعدتكم ومساعدة كل العالم. إنه عم بيكون في تجاوب معكم مدام؟ ما سمعت. عم بيكون في تجاوب معكم؟ يعني عم تحسي إنه صوتكم عم يوصل، الناس عم تقدر تساعد، يعني ولا كل هالناس مثل بعضها بهالأيام للأسف؟ ايه بعرف بعرف، بس بتعرفي انه لهلا نحن بعدنا جديد جداد مبلشين لهلا، ايه عم بي الحمد يعني عم لله. نلاقي في شوية تجاوب، بس نحن كتير يعني نفهم العالم ونفهم قدراتهم قديش هلا قليل وصعب، يعني نعم مثل كلنا مثل كل العالم اللي عايشين أكيد بهالبلد. أكيد. بس هي فلس الأرملة، بنرجع بنشدد على هيدا خاصة بهذا الموضوع الزمن. صح، لأنه لو شيء صغير بس يعني على الجمع، أو إذا أكثر من شخص تبرع ولو شيء صغير بيعمل صحيح، بيعمل نتيجة فرق. حرزانة، ولو بده يكون شيء كتير 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 قليل، واحد كل واحد على قد مقدوره، يعني لأنه بيضل في ناس، أكيد بيضل في ناس أكثر بحاجة من ناس تانيين. صح أكيد. نحن بدنا نشكرك مدام جلاديس أبو سمرة، مديرة جمعية بيروت لي. شكرا لك، يعطيك العافية، أو الله يقويكم. هلا إلى فقرة